هاي جايز، أنا ملابس اليوم مناخذ أغراض حق عيد، وحتى بناكل آيس كريم كيك. شو كل شيء كل شيء ذكر؟ لا بناكل شوكولات كيك اللي فيها آيس كريم. لا شو فيها داخل آيس كريم؟ الموضوع مو بيني اصلا، احنا طالعين عشان نخلص اغراض العيد الخفيفه، بعد المين اشياء اشتري. انت ليش زعلانه؟ ابو ايس كريم بروحه ان شاء الله. ايس كريم بروحه باكل كيك توك ثاني مع سكري. زقتي ابو ما بعطيش. اوكي المهم من الحين مشاكل، المهم طالعين ناخذ اغراض العيد. ياي فشو شو يبالكم تاخذون باقي؟ ميك اب سلامات سلسلة ميك اب اكس. بعد شو؟ ميك اب يس اكس يس اكس يس يس. زين يلا بعد شو؟ بعد بنكمل. ها ناخذ كعب. اوكي كعب. اوكي ورا شنطة عشان تخلون فيها فلوس عيدية. لا تعطينا عيدية كاملة عندكم. زين وبعد شو؟ وبعد اللي بنشوف بنلاقي شيء حلو، شباصات، شيء كذي. سلام شو فيك؟ بعد ما كليتي السكر يا ماما؟ بعد ما كليتي سكر وجهي؟ أنا لا كليتي دونات صح؟ كنا توا في بيت عمتي هناك كله دونات. المهم فيلا نطلع. بس شو خلكم شاطرين حبايبين حلوين. اوكي يلا ليتس جو. اختاروا بعد شو بيجامه حق العيد. تعالي شيخه خلاص هذا حق اولاد. خلاص انت خذيتي خذيتينا كلنا احنا بنات. ايوه حتى انا خذيت نفس الشيء، سوينا كلنا ماتشي. يلا يلا شيخه. ماما سوت ماتي داخل هذا. ايوه اشترينا كلنا نفس الشيء. يلا تعالي خلينا نطلع. يو الوحوش عشان تاكلوا ياكلوا شوكليت كيك. يو هلو خلصنا كليت شوكليت كيك خلاص. خلاص بلا كليت. هي نظفت الطاولة يا حبيبي. ليش ما خليتي بترولي؟ يا تعالي قومي قومي قاعدي فوق. سلامة تعالي قاعدي هنا في الكرسي. خلاص خلصت الكيك انا. طب في العالم ثاني. ها مستانسه تاكلين كيك؟ اكلتي تو هلا هلا. اوه الشيخه اوفر دراما. عاش اللي تو ما قلنا بسم الله. انزين انت بعد شبيتي فوقك؟ يلا بالعافيه. شوفوا كولكشن عندك فيش؟ نعال حق يا هاد وايد. اوه هلو يس ديد يو فايند ات؟ يا بس ام بين لوكينج فور يو. ام سوري اي كيم تو هير تو ذا شوز. شوفي جربي كبير وعلى شيخه. جربي 28 يلا. هي بعدين بشيلها انت البسي الحين البسي. الله حلو نفس برنسس صح؟ عجوز سلامة؟ حلو حلو بس هذا ماما شوف يطلع ده معنى في سايز عادي في سايز 29 this is 30 right؟ اوكي البسي 29 سلامة 27 اوكي الحين بيب سايز بيب سايز يلا انتي دوري كمري. اوكي قاعدة ادور انا قاعدة ادور ايوه صح 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 حماس فل ابو كعب. انا ما حبيت كعب ماشي حق بيبيات كعب. زين شوف كل المس اللي مسوين انتو. الله اختاري الحين اي شنطه تبي. اكو في هني بعد شنط. تعال شوفي في هني بعد كل مكان في شنط. يلا شوفي هنا حلوة. شوف هذا بس يوم أعطونا عيدية وايد ما يكون في صغير. إذا أعطوش وايد أنا بخلي عندي. لا شيء سامة هذا أبدا لا هذا أبدا لا. أنا أشوف هذا حلو. شوفي أنا أشوف هذا حلو. لا مش هذا وايت وير بينك.
يلا لان كل ملابسكم تلبسونه وردي. لا لا حبيبي كفي كفي يلا. لا هذا وايد كبير، هذا وايد كبير. انا اشوف هذا حلو شيخ سلامه هذا. يا ماما سلامات. لا مش هذا حلو. لا ما ينفع تاخذون هذا. ايش فيكم؟ لا لا مش هذا. لا لا شوف ايش طيبون ياخذون شوف. والله حبيبي هذا لا هذا لا انا اشوف هذا حلو هذا 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 يمسكون في ايدهم هذا حلو خاص على بالي بيعطونا ايديا وايد قلت باقي بخلي عندي انا السلام اخذي لك ساري وخلاص يلا هذا ماري حق سلام في شيء ثاني ما خذيته شباصه ما اشتريت ما لقيته من هني حلو عطر عطى بعد بابا قال بياخذ محل ثاني مو من هني باقي كل شيء خذينا صح خلاص يلا خلينا نسير ندفع الحين يلا هذا حق تبي تلبسين بامبرز تبي تشترين زي يلا خلاص اخترتي شباصات ها الحين ما في شيء بابا قاعد ياخذ عطر يلا يلا ما في شيء باقي صح في باقي شوف واحد باقي ابغى البس شيء حق حبيبي خلصنا كل شيء حق العيد ملابس مو بنشتري شيء عيد هذا مو بحق العيد هذا مش حق العيد تعال اشترينا شنطة تو خلاص دفعنا هذا حق كبار لا سلامة لا ايوه هذا حق كبار يلا تعالي انت شو تسوون؟ تكري مع بعض شو يعني؟ تكري مع بعض شيء انا كنت عايبون اشتري بوكسين لا بوكسين سروات انت شو تسوون؟ والله انك سلامة ما تبى تلعب معاك زين بلا ما بيطلع لك شيء بس بدك تشوف مين اللي عامل اعلان والكود تبعه كود الخصم لحتى تشيله تحطه بالاوردر لحتى ينزل اشوف ابل ووتش مالك هذا مو ابل ووتش انت ما تفهمين لا هذا ابل ووتش ابل ووتش هذا ابل ووتش مال جولي تشيك مال تشاينا بس حلو حلو مستانسة خلاص خلصتي الأغراض أنا ليش أشيل الأغراض عشان تعرفين مش كثر ثقيل والمديرة ثانية ياسه هناك أيوة وايد ثقيل يلا يلا خلصتي ما في شيء باقي صح أعطيني 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 يلا خلصنا ونرد البيت يا مامي شو يعني اوكي شيخة تعبت